السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ في لعبة كان الواحد بيلعبها بقالي بتاع 8 شهور كده، كان اسمها كريزي بارتي، وعملنا عندها على سلسلة هنا في القناة. اللعبة دي كانت لعبة بطاقات حلوة قوي الصراحة، يعني انا مش فاكر عنها كتير، مكذبش عليكم، يعني بقالي زمن ما لعبتهاش، 8 شهور زي ما قلت لكم. بس جالي تعليق، خلينا نشوفه سوا. Speech mode talk. Send feedback. Anime gold. من انمي جولد، وده من الناس اللي بيحبوا كريزي بارتي على حسب ما انا متابع التعليقات. أحمد سامي أعمل فيديو عن لعب كريزي بيرة الأصدار الأخير. زي ما انت سمعت كده، ف حتى مش هو لوحده اللي طلب الطلب ده، الأول أنا تحت أمرك تمام، عشان كده بعمل الفيديو ده. غير كده في ناس طلبت مني الطلب ده برضو، وأنا بصراحة نفسي أرجع أكمل كريزي بارتي، لأن كذا حد من أصحابي بيقول لي تعالى ألعبها ومش عارف إيه وحاجات زي كده، بس طبعا كانت تيكي واخدت مكانها. فا فاين، يلا بينا Speech بقى mode off. نشوف ايه موضوع كريسي بارتي ده. او جاد، الصورة دي كانت متصممة من سنة ونص، انا حطيتها صورة الفيديو دلوقتي، كانت بتاعت اللعبة يعني من اول فيديو، مش فاكر كان من سنة ونص ولا ايه، بس بيتهيألي سنة او سنة ونص، مش عارف اول فيديو من كريسي بارتي كان امتى هنا يعني، بس صراحة كان حاجة من انا بقى لربنا. المهم انا في Speech جوجل، mode talk. تعال نحمل اللعبة. N download L O A D down R A Z U P شيل دي بس عشان اعرف اكتب. N L O D download D R A Z Y crazy A R download crazy party. Bruno Broiro crazy party audio mini game. اول لينك crazy اهو، party audio mini games and battle. بس يبارك في الوصف برضه عشان تبقى عارف. المهم في سلسلة كاملة عن كريسي بارتي، بس باختصار عشان بس تبقى فاهم ايه اللي بيتعمل. هي عبارة عن لعبة بطاقات، لو بتسمع عن يوجي جي اكس، وده السبب اللي خلاني العبه اللي خلاني ارجع للعبة دي كمان، لاني كنت بسمع يوجي دلوقتي على قاعد بتسلى وبسمعه وكده، فبصراحة شدني الفكرة يعني. فهي طبعا مش زي يوجي، بس يعني فأول جزء منها إن هو أنت تلعب بالبطاقات وتفتح ساحات وحاجات زي كده ومجموعات، وتبقى مجموعتك الخاصة ومجموعتك التانية، وتقاتل بيهم ناس، وتقدر تلعب أونلاين وحاجات كتير زي كده، واللعبة باللغة العربية طبعا. الحاجات التانية وهي الألعاب الصغيرة، ودي مجموعة من الألعاب العملاقة جدا اللي ممكن تلعبها كتير جدا لدرجة ما تتعدش يعني. أنا فعلا تعبت من كتر ما أنا بلعب فيهم وما بيخلصوش. فالمهم تعال نشوف اللعبة. إحنا في موقع براجما اللي أنا فاكره 73. طيب يلا نبدأ الداونلود بقى. اهو كده الداونلود عندي بدأ، هروح Start. احمل اللعبة. Crazy party. ايه ده والله؟ اضافة النسخة، هذا الملف موجود. طيب List 2 Crazy. اروح احمل اللعبة وارجع لكم تاني ماشي؟ Search items. رجعت لك بعد ما حملت اللعبة، وطبعا حليت items. مشكلتها مع الويندوز ديفندر، انت عارف. C. changelog.txt 3 of 11 c crazyparty.exe 4 of 11. طبعا دي النسخه من غير اي حاجه، لا بطاقات ولا غيره. يلا بينا نبدا ونشوف بقى ممكن نعمل ايه. مشكله مش فاكر حاجه خالص. crazy party beta 73 فرنسي 100%. اللغه انت مش تقول لي English 100 اسباك تنوين اسباك تنوين العربيه Arabic 100.03%. بالمناسبه لو انت العربي ما ظبطش معاك في اللعبه دي او في اي لعبه تانية، لازم تظبط الانكودنج. كنت عملت فيديو عن العربي 100.03%. ايه تاني؟ choose your name ولا ايه؟ سيكون عليك كتابة اسم لك، لا تقلق، فسيكون بإمكانك تغيير. Crazy party beta 7. الاسم. الاسم. A H E D T H E F T. أحمد ذا بيست. Crazy party beta 73. لقد أصبح اسمك الآن I'm the best. Crazy. الذهاب إلى المغامرة. لا 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 لا. كنت عايز أخش قتال، طب نقفلها ونفتح من الأول تاني معلش. Crazy. Crazy. Date created 5/29/. لو عايزين نجرب نلعب مغامرات تاني قولوا لي. بصراحة أنا يعني كنت شايف إن جودة الفيديوهات اللي فاتت ما كانتش عجباني قوي الصراحة. لو نلعب بالتاني مش مشكلة. لعبة أنت م... بس طبعاً ده لو فاكر. النزول إلى ساحات القتال. النزول إلى ساحات القتال. إن كنت يجري حذف البطاقات قد يستغرق هذا بعض الوقت. أهلا وسهلا بك في مغامرة. شرح اللعبة طبعاً مش هضيع الميزة. تقوم في كل جولة بسحب. مش هضيع الميزة وأقرأ لكن من الكلام اللي مكتوب. كده نجرب وكذلك نشوف. ومع ذلك ولكن في البداية بالمناسبة لو حد بيسألني أنا بستخدم صوت ليلى، لكن بالله الجديدة الرئيسي النباتي
بستخدم صوت ليلى في كابيلا جديده، وبستخدم معاه صوت كيرن. في ناس بتقول ان شيرن حلو، بس شيرن مع الوقت يا شباب مزعج جدا، يعني حتى في حاجات في نطقه مش بتعجبني خالص. النوعي اختار ايه؟ النباتي. نباتي. المائي. المائي. النباتي. ايه ده، هو ازاي مش في طائر وصخري؟ النوعي المائي. النباتي. النوعي المائي. النوعي. نوعي. النوعي. مش مشكلة. لقد حصلت على العنصر المسحوق الحرق X4 وأصبح مجموع ما لديك منه 4. لقد حصلت على العنصر الجمرة X4. طب خلاص خلاص انت تمام. لقد حصلت على لقد تمام تمام يلا. اختر نوعي الثانوي. ايوه طائر اهو. الصخري. الطائر ولا الصخري؟ القتالي. ولا القتالي؟ الطائر. اختار ايه؟ الصخري. خلاص جت على القتالي. لقد حصلت على العنصر الانتفاخ X4 وأصبح مجموع ما لديك منه 4. لقد حصلت على العنصر اللكمة الخفيفة X4. لقد حصلت على فكر اللكمة الخفيفة دي. الآن جاهزة لبدء. عندما يحل لك تلعب لعبة عربي تصدق؟ ستفتح لك الآن وبمجرد هذا كل ما لقد قمت بفتح الساحة طبيعي. أول ساحة صح؟ مش كم 17 ساعة تقريبا؟ اختر طبيعي ست طبيعي ست طبيعي ست من الانتصارات ست من الهزاء. أنا بتهيألي كنت معديها حوالي 65 مرة الطبيعي دي في الملف السيف بتاعي، مش فاكر. يلا نبص عليه في الآخر. الأرنب الأبيض. الأرنب الأبيض. ليبدأ الآن القتال. الأرنب الأبيض من النوع الطبيعي لديه 30 نقطة صحة وحزمة محتوية على 50 بطاقة. عم تدعس من النوع الناري لديه 3. عم تدعس الدوري رقم 1. المسحوق خطة المولوتوف. المسحوق ارتفاع خطة المولوتوف. المسحوق قام عم تدعس باستخدام المسحوق الحركة تصعد حالة الحركة عند الأرنب. بترفع حالة باستخدام الساعات القوية. لقد فقد عم تدعي تفتصح ليصبح مجموعة 22. تصعد حالة الخوف عند عم تدعس من المستوى 0 إلى المستوى 1. يعاني الأرنب يقوم الأرنب قام الأرنب الأبيض باستخدام الصفعات الخفيفة. لقد فقد عم تدعس 5 نقطة صحة ليصبح مجموعها 17. عم تدعس الدوري رقم لسه دي أنا نايم. قام الأرنب الأبيض باستخدام الشرارة السحرية. لقد فقد عم تدعس 5 نقطة صحة ليصبح مجموعها 12. عم تدعس خطة الموت ارتفاع درجة القبضة النارية. المسح القبضة النارية. قام عم تدعس باستخدام القبضة النارية. لقد فقد الأرنب الأبيض 10 نقطة صحة. قام الأرنب الأبيض باستخدام الصفعات القوية. لقد فقد عم تدعي نقطة صحة ليصبح مجموعها 4. خطة ارتفاع المسحوق خطة المولود القبضة النارية. الركلة القبضة. قام عم تدعس باستخدام القبضة النارية. لقد فقد الأرنب الأبيض 10 نقطة صحة. قام الأرنب الأبيض باستخدام العدل. لقد فقد عم تدعس نقطة صحة ليصبح مجموعها 1. خطة المولود ارتفاع المسحوق خطة المولود الركلة المسحوق الحرك إجراءات أخرى. المسحوق ارتفاع درجة خطة المولود. قام عم تدعس باستخدام خطة المولود. الضربة القاضية. لقد فقد الأرنب الأبيض 7 نقطة صحة ليصبح مجموعها 0. لقد هزم الأرنب الأبيض. إن نتيجة هي 20. فزت من نقطي 1. لقد ربح. أنا فعلا لقد فزت على الفريق. القط المخري مشى. إيه؟ القط المخري مشى. القطة المخر مشى. طب هو أنا ما ينفعش أهدى صوت القطة؟ القط المخري مشى. واحد صفر فاصلة خمسة صفر فاصلة خمسة. استنى عايز أحضر الموسيقى بس شوية. لنبدأ الآن القتال. القتال المخري مشى. عم تباب انطلاق. القتال المخري مشى الدوري رقم. لقد فقد عم تباب فور نقطة صحة ليصبح مجموعها 56.